Yaşa. صباح الخير، صباح سوري. رح نعيش تفاصيله معكم مشاهدينا وإن ما كنتوا عم تتابعونا. ملامح نهار جديد عم نبتدي من دمشق، أرض الياسمين ومهد السلام والمحبة لكل العالم. مشوارنا لليوم رح يتضمن محطات عديدة مع ضيوف من مجالات مختلفة. صباح الأمل يلي عم تحمل انتصارات أبطال جيشنا العربي السوري، وأكيد بدي صبح على زميلتي نور بالاستديو. صباح الخير يا نور. يسعد صباحك ليا، ويسعد صباح جميع مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا من قلب العاصمة دمشق، يلي ما زالت قلعة عنوان صمود ومقاومة مستمرة. فاليوم أبطال باتوا أسطورة عقائدية، هي عنوان لمستقبل سوريا. فصباح الخير لكل يلي يشاركنا أو حابب ينضم لصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي ابتدى، لكن كالعادة نبتدي بعد الفاصل. أكيد يا نور، ومثل العادة رح نبدأ مع أخبار منوعة. وخبرنا الأول اليوم بهيدي الجولة من السلام الذي تختلف طرقته وعاداته بين كل بلد، ومع كل اختلاف بيحمل معه الكثير من الطرافة والغرابة. فمثلا بالتبت بيعتمد شعبه على التحية على ظهور جزء صغير من ألسنتهم ليعكسوا لونه. أكيد ليا، خاصة أنهم عرفوا في القرن التاسع عشر بلون ألسنتهم الأسود، في حين يبدأ الهنود التحية بضم الكفين على بعض ووضع على منطقة الصدر. أما الشعب الياباني المعروف باحترامه، فالتحية عنده عبارة عن السلام باليد مع انحناء في الظهر. أكيد مثل ما عم نتابع نور، ورح ننتقل للشعب الفرنسي المعروف بأناقته في التعامل، فهو بس بيكتفي بوضع قبلة على الخد في التحية مثل ما عم نشوف. وأكيد القبائل الكينية بتعبر بالتحية، لكن القبائل الأكثر انتشارا هي بتدخل الرقص بالتحية. أكيد لا، تكون التحية من خلال قفزة لمستوى عال أو مرتفع جدا من الأرض. يعتمد الشعب في نيوزيلندا على استخدام كلمة مرحبا في التحية مع لصق الأنف والجبهة مع الشخص الذي تلقى التحية عليه. أنماط مختلفة يمكن بإلقاء التحية، يمكن عملنا هيك عليها جولة سريعة وشفنا يمكن نماذج منا عبر الصورة. بس نحن العرب نختلف تماما، نحن كثير بنحب السلام والتبويح.
نور خلينا ننتقل لخبرنا التالي من اسكتلندا التي سلكت طريقة جديدة بالتشجيع على اقتناء حيوانات أليفة وخاصة الكلاب. فتربية الكلاب يتطلب الكثير من المجهود، فقرر منح موظفيها إجازة بأجر كامل عند امتلاك كلب جديد. وحسب موقع مترو البريطاني فإنه بإمكان الموظفين بعد انتهاء الإجازة المدفوعة اصطحاب كلاب إلى المكتب. وبناء على ذلك ليا، فإن أحدى الشركات أصبحت تمتلك حوالي 50 كلب في المكتب، وقد ليس من السهل متابعة العمل وتسوية مشاكل حيوان أليف، إذ ارتأت الشركة أنها تخفف ضغط العمل على موظفيها والسماح لهم بأخذ ما يحتاجونه من الوقت للترحيب بالفرد الجديد في العائلة، مع الأخذ بالعين الاعتبار الفائدة النفسية والراحة الكبيرة التي يعود بها اقتناء حيوان أليف في المنزل. يعني ما عرفوا كيف بدهم يشجعوا موظفينهم بكل الطرق، يعني دائما بهمهم الرياح النفسية عند الموظفين وعند الشعب. هلأ رح ننتقل لخبرنا التالي والعالم التكنولوجيا، حيث أصدرت شركة كندية نسخة جديدة من نظاراتها أخف وزنا وأقل ثمنا من النماذج السابقة للشركة المساعدة في جلب العالم الحقيقي للأشخاص المكفوفين، حيث تستخدم كاميرا بدقة HD عالية السرعة. أكيد ليا، تتم عملية معالجة الفيديو بطريقة حسابية لتعزيز التباين والجودة، بحيث تتيح لمستخدميها رؤية أفضل للعالم من حولهم. وواجهت الشركة بعض التحديات التقنية التي كان يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم هذه النظارة المساعدة للمكفوفين، مثل زمن الوصول والذي يعتبر المفتاح الأساسي، وأنه يؤثر على المشاهد ورؤية العالم في وقت يعتبر مقاربة للوقت الحقيقي دون تأخر. ويرى الشخص الذي يرتدي النظارة صورا كاملة ملونة بشكل واضح دون وجود وقت تأخر كبير، كما يمكن للمشاهد التقاط صور وفيديوهات عبر النظارات. ويتواجد حاليا ما يقارب 100 مليون شخص يعانون من ضعف أو انعدام كلي للنظر في جميع أنحاء العالم. وتعتبر النظارة بمثابة جهاز محمول بالكامل يمكن التحكم به عن طريق جهاز تحكم مربوط بها مع بطارية تسمح بتشغيله لما يقارب إلى 6 ساعات تقريبا. كما عملت الشركة على حل مشكلة تضخيم الرؤية المحيطة، بحيث أنها لا تصيب المستخدمين بالغثيان أو فقدان التوازن. وبعد هالجولة المنوعة خلينا نروح سوا ونتعرف على بعض المعلومات الغريبة واللي ممكن بتمر بحياتنا اليومية بفقرة هل تعلم. معلومات كتير بتمر بيومنا بنعرفها، ومعلومات بنجهلها وبنحب نتعرف عليها. هل تعلم أنه النساء حسب دراسات لا يمكن أن يحفظن سر لأكثر من 38 ساعة؟ وإذا بحن به فهن يبحون به للشخص الغير معني بالسر نهائياً. وهل تعلم أنه قبل 100 سنة كان الألمنيوم أغلى من الذهب؟ وهل تعلم أن شعورك الدائم بنسيان أحد أغراضك عند خروجك من المنزل، ولكن جهلك ماهية هذا الشيء يعتبر هذا السلوك من علامات الإصابة بالاكتئاب؟ وهل تعلم أنه العلماء فسروا ميل الأشخاص لأكل الحلويات عند الزعل لأنه يصاب بحالة من عدم تذوق أي شيء، فيميل الجسم لطلب الحلويات لمذاق اللذيذ؟ أما هلأ صار وقت لنروح لأحداث بتمرق بحياتنا وبتترك بصمة، فخلونا نقلب بروزنامة اليوم ونتعرف على الأحداث يلي تركت أثرها مثل هاليوم بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر دون أي أثر يذكر.
في مثل هذا اليوم من عام 1934 تمكن كل من إيرين وفريدريك جوليو كوري الحائز على جائزة نوبل عام 1958 من الحصول على الفوسفور المشع. وفي عام 1946 اللجنة العامة للعمال والطلبة المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطاني رداً على حادثة كوبري عباس التي وقعت في 9 شباط. فيدل كاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا عام 1965. إعصار وينستون أقوى إعصار استوائي عام 2016. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1895 عالم الفيزياء والكيمياء الحيوية هنريك دام، الشاعر الإنجليزي ويستون هيو أودن عام 1907، الصحفي والكاتب المصري مصطفى أمين عام 1914. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1984 الأديب الروسي ميخائيل شولوخوف. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعات القادمة على أحداث بتغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نوبل عام 1943 مع الأمريكي إدوارد ويزي لاكتشافهما فيتامين كي ودوره في وظائف الجسم البشري. حصل دام على درجة البكالوريوس في الكيمياء من معهد البوليتكنيك بكوبنهاغن، وذلك عام 1920، ليعين بعدها معلما مساعدا للكيمياء في مدرسة الزراعة والطب البيطري، كما درس الكيمياء الحيوية في مختبر علم وظائف الأعضاء بجامعة كوبنهاغن عام 1923. توجه لدراسة الكيمياء جزئية النطاق تحت إشراف البروفيسور بريتس بريغل عام 1925 لينجز أطروحته العلمية التي حملت عنوان بعض الأبحاث عن الأهمية البيولوجية للستريتينات، وذلك عام 1934، ليحصل بعدها على درجة الدكتوراه في مجال الكيمياء الحيوية. الإنجاز العلمي الأبرز لهنريك دام بتجربته العلمية التي توصل من خلالها إلى المادة الغذائية الضرورية للتجلط والتي أطلق عليها الفيتامين كي، حيث حصل على جائزة نوبل في الطب عام 1943. توفي عالم الكيمياء الحيوية هنريك دام في 17 من نيسان من عام 1976. أولى فقراتنا الصباحية لليوم مع معرض تصدر المشهد ضمن اهتمامات الشباب بعنوان ابن البلد مسؤوليتنا، يمكن هي البوصلة لليوم يلي عم يتوجه إلى الكثير من الطلاب والخريجين من البلد. والهدف هي فرصة خبرة أو فرصة عمل، لحتى نتعرف على المعرض وشو يلي عم يسعى لتقديمه للشباب وقدي عم يلمسوا الشباب على الأرض. معنا أكيد بالاستديو بصرنا نرحب بالدكتور نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية لترويج الاستثمارات الدولية والمنظم للمعرض. صباح الخير دكتور نبيل، وأهلا وسهلا فيك. وأكيد بدنا نرحب بالمهندس محمد مرزوق مرزوم مدير العلاقات العامة و التسويق. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. نهاركم مبارك. نهارك مبارك. خلينا دكتور نبيل نحكي من البداية، اسم المعرض يمكن بدل عليه ابن البلد مسؤوليتنا، خلينا نحكي عن المعرض منين اجت فكرته. كنا عم نحكي تحت الهواء انه خلال 3 أيام كان اكثر من 40 ألف زائر، يعني رقم كثير كبير.
لأول مرة بسوريا. صحيح لأول مرة بسوريا. فيني أقول لك لو سمحتي هو مو مجرد معرض، هو مشروع وطني إنساني اجتماعي اقتصادي. فمسؤولية الجميع اليوم تحت عنوان ابن البلد مسؤوليتنا، لأنه مصلحة البلد لولد الولد. فهي مسؤولية اجتماعية إنسانية اقتصادية ذات استراتيجية بعيدة المدى نحو بناء أعمار سوريا المستقبلية المتجددة. فبهالمحور هذا بالذات نحن أخذنا على عاتقنا أنه نبتدي الخطوة الأولى، وبدعم ورعاية كريمة من الأستاذ المهندس بشر يازجي وزير السياحة، وبكل الشكر والتقدير للوزارة لما قدمته لنا من دعم كبير لإنجاز هذا العمل، وأيضا وبشراكة استراتيجية مع واحدة من أهم المؤسسات الوطنية في سوريا، سوريا بكل اعتزاز سيرياتيل، عملنا دعم كبير لننجز العمل الرائع هذا بالذات حول مسؤوليتنا كواحدة من المؤسسات الواجب عليها الاهتمام بأبناء البلد. فكان ابن البلد مسؤوليتنا هو محطة أولى لبقية أخواننا بسوريا من أصحابين المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بكافة أبعادها لمتابعة هذه المسيرة، وخاصة الجهات المسؤولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كان بالملتقى موجود عند منا محاور، واحد معرض ضم أكثر من 80 جهة فعالية من مختلف الاختصاصات، مصارف، شركات تأمين، استثمار، عقارات، صناعات غذائية، صناعات نسيجية، صناعات تحويلية، أيضا اللي كان مع منا أيضا اتحادات مثل الاتحاد العام النسائي، نقابات مثل نقابة أطباء الأسنان، نقابة الصيادلة، ومجموعة كبيرة من الفعاليات. وأيضا اللي كان مع منا نحن الموجود بمراكز وهيئات وأكاديميات التدريب، لأنه هو معرض للتوظيف والتدريب والتأهيل. في المعنى هذا بالذات كان معرض شامل كامل متكامل، نماذج باقة من الورود السورية ذات الأهمية والاهتمام بأبناء البلد. وكان على محاور هالملتقى هذا مجموعة كبيرة من الندوات اللي أقمناها على مدار 3 أيام، وبمحور حوالي 24 ندوة متنوعة. بتصور المهندس محمد بيحكيكم عن ندوات أكثر. نعم. لا أنا بدي أسأل المهندس محمد، خليه يحكي لنا أكثر عن كيف تم التحضير لهالعمل الكامل المتكامل، يعني قديش تطلب مجهود كتير كبير، وحضرتك مسؤول عن العلاقات العامة أيضا، كيف شبكت مع الجهات لحتى يكون هذا المعرض أو هذا الحدث الكتير مهم كامل متكامل مثل ما ذكر الدكتور نبيل؟ الحقيقة بالبداية بتشكر كل الفريق اللي كان معنا على ساهم بدعمه وبكل مواهبه وخبراته لإنجاز هذا العمل، فريق البجعة للمعارض والمؤتمرات. والحقيقة النقطة المهمة كتير ما فينا ننكرها أنه تاريخ اليوم البجعة يلي اشتغلنا عليه من 1991، بنينا شبكة علاقات كتير مهمة هي اللي قدرت اليوم تساعد كتير على أنه خلينا نقول الثقة للشركات أنه هي تتواجد بهيك فعالية. بالإضافة مثل ما أكيد خبرتنا زميلتك الاسم، اليوم الاسم كان عم يساعد لابن البلد مسؤوليتنا. فاليوم الشركات والجهات كلها اللي كانت موجودة إن كانت حكومية ولا خاصة دعمت المشروع، لأنه هي شعرت أنه المشروع مشروع سوري بالنهاية هن المشاركين كانوا هن أولاد بلد، فهن بحاجة ليدعموا ابن البلد، وهن كانوا بحاجة لأيدي عاملة حقيقة. يعني ما كانوا عم بيتواجدوا بس لأنه هن بدهم يعملوا أي أهداف تانية، مثلا خلينا نقول تسويقية أو شيء مثل ما العالم بتظن، لا، كان فعلا في الموارد البشرية كلها بحاجة لأنه أيدي عاملة خبرات، بسبب خلينا نقول عم بيوسعوا شغل أو بحاجة فقدان مثلا الخبرة، فكانوا هنن كثير مهتمين بموضوع المشاركة وتواجدهم بهذا الموضوع، فهذا الشيء اللي سهل علينا. ويمكن المسؤولية اليوم كبيرة تجاه ابن البلد، تجاه الشاب أو الشاب السورية ضمن الظروف الاستثنائية اللي عم تعيش البلد. رح نتابع حديثنا معكم، بس خلونا ننتقل للمعرض. كاميرا الإخبارية السورية مشاهدينا كانت متواجدة بالمعرض ورجعت لنا بالمشاهد التالية، خلونا نتابع. على أقسام المعرض، التفاعل كتير منيح،
وكتير في يعني مساعدة من قبل الكوادر كلياتها، والتنظيم كتير رائع، وهلأ عم قدم طلبات. المعرض ممتاز وإن شاء الله في تفاعل من كتير شركات. كتير مهم يعني، وكتير للطلاب اللي عم تدور على الشغل يعني بالحرب كتير صار في فرص، قلت فرص الشباب إنه تتوظف. كتير مهم هذا المعرض وكتير ساعدنا بإنه نلاقي فرص عمل، وخطوة كتير حلوة بطريق إنه الخريجين يلاقوا وظائف لحتى يحققوا يعني أقل ما فيها قدرات. يعني أكيد مثل ما تابعنا بالمشاهد يلي هي شفناها هلأ مع بعض للمعرض، كان في كتير إقبال، كان في كتير يمكن مشاركات، وكان في رضا تام على هيدا المعرض. اليوم قديش شبابنا دكتور بحاجة لمثل هيك معرض؟ كل الشباب نحن اليوم إذا ما اهتمينا فيهم نتيجة الحرب الظالمة والظروف القاهرة اللي ألمت بسوريا، كان في دمار لدور العبادة، للمنشآت السياحية، المنشآت الصناعية، المنشآت الطبية بمختلف المجالات. حرب ظالمة ومؤامرة كبيرة كما قال سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية منذ البداية. هناك مؤامرة على سوريا، والآن أثبت للعالم أن هناك مؤامرة على سوريا. نحن أولاد البلد إذا ما اهتمينا نعمر بلدنا ما حدا حيهتم بالغريب عمرنا بلدنا. فنحن أعمار البشر قبل الحجر، من هالمبدأ هذا بالذات نحن أقمنا وجهزنا موقع توظيف إلكتروني للغة تشبيك مباشرة ما بين الجهات الراغبة باستقدام واستقبال العمالة والموظفين بكافة التفاصيل والمميزات، وأيضا ما بين العمالة والموظفين الراغبين بالتوظيف بكافة التفاصيل بلغة تشبيك إلكترونية حديثة متطورة. يمكن بيفسح المجال للمشاركة من خارج دمشق أيضا، ما أجانا زوار حتى ومشاركات. نحن تفاجأنا أنه أجوا مشاركين حتى من محافظات طلبوا أن يشاركوا بعد افتتاح الملتقى والمعرض. أجانا مشاركين يعني حتى باللوبي، نحن صرنا ننزل طاولات ونحطهم، تفضلوا عدوا أنتوا ضيوفنا. وعم نشوف بالمشاهد كنا في إقبال جدا كبير، يعني كان يعني الحركة ما انقطعت من 11 الصباح ل 8 المساء، وطالبونا انه إن لو تمدد الملتقى لو تمدد الاوقات، لكن في نظام لهالمشروع هذا بالذات. اللي ساهم بانجاح الملتقى طبيعي كمان هو اقامه مجموعه كبيره من الندوات. وزاره السياحه كان في لها ندوه حول التعليم والتدريب السياحي والفندقي، ايضا وزاره التنميه الاداريه كان في لها ندوه، مجموعه كبيره من الخبراء في عالم التدريب والتأهيل، لأنه نحن تلك يمكن هذا ما بيميز المعرض. مثل ما عم نشوف على التلفزيون في إخبار كتير كبير قديش مهم التشبيك. يعني دائما بيكون في معارض لسوق العمل بس ما في استمرارية، ما في تشبيك، يعني الشباب يجي بيقدموا تماما تماما. نحن جهزنا وهيئنا كخبرة بتنظيم المؤتمرات والمعارض تعود لأكثر من 30 سنة، ومن تأسيس المؤتمرات والمعارض نحن نعرف كل الجهة شو اللي بده ما بين الطالب والمطلوب، وبالتجهيز وكحملة إعلامية كبيرة جدا. كان هناك رعايات ومنح مجانية، فاقت في منا منح قدمت 1000 منحة مجانية، في جهات قدمت 600 منحة، في جهات قدمت حسوم لل 50%. والملفت بالنظر وجود جامعات مشاركة معنا. اليوم الطالب اللي متخرج الدولة صرفت عليه وتكلفت عليه أكثر من 25 سنة، واللي بنعرف نحن التعليم مجاني، وهناك جامعات خاصة كانت موجودة معنا أيضا وأهله صرفوا عليه 25 سنة، بالأخير بده يبني البلد، يبني الوطن. فكانوا موجودين معنا بلغة تشبيك مباشرة لأعداد هالجيل نحو بناء سوريا المستقبل. نعم.
محمد، خلينا شوي نحكي. يمكن أنت كنت كتير بين الشباب، كنت كتير متابع خلال المعرض كيف عم يتم عمليات تقديم الطلبات، كيف عم يتم الفرز يمكن، أو كيف عم يتم خلال 3 أيام كنت أنت متواجد. قديش رضاكم عن هالتعب يلي تعبتوا فيه؟ قديش أنت راضي عن هذا المجهود يلي نظمته اليوم؟ ولما بتشوف أنه في يمكن في فسحة أمل بعيون شاب سوري عم يدور على 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 شيء بخص حاله. الحقيقة هو رضانا اليوم بعد ما نحن شفنا الإقبال اللافت كتير مهم، بالإضافة لجهات المشاركين اللي قالوا لنا إنه نحن الحمد لله قدرنا نلاقي العمالة اللي نحن بدنا إياها، إن كان مهندسين كهرباء وإن كان بكل الاختصاصات، خلينا نقول ما نطول بالوقت. بالإضافة للشباب إذا اللي عم بيخبرونا عم بيتواصلوا معنا على الصفحة مباشرة عم بيخبرونا إنه تنظيم رائع متعوب عليه، معرض لافت، شركات كتير متنوعة، بالإضافة إنه لقينا عمل يعني نحن هلا في عنا كمان استمراريه معهم، حنضل على جسر تواصل بين المهم الاستمراريه تماما. نحن هلا حنضل على جسر تواصل بين الباحث عن عمل وال خلينا نقول المستثمر، حنضل نقول له انه لقيت اللي بدك اياه، والزوار كمان رح نضل على تواصل معهم. الشيء اللافت بالموقع نحن انه مو بس عم يقدم سي فيته، نحكي الحقيقه اليوم ال 40,000 اللي اجوا زاروا الموقع بالتاكيد ما رح كلهم يمكن يلاقوا وظيفه، بس نحن الشيء اللي عم نعمله عم نشتغل عليه انه يقيم السي في. عم نقدم نحن الموقع مجانا للمستثمر وللباحث عن العمل، كله مجانا، عم بيقدر يشوف السي فيات اللي بده اياها وبيقدر يشوف الشواغر العمل اللي بده اياها وبيتقدم عليها من دون ما ممكن يكون عنده اكثر من فرصه عمل تماما وحدي. بس النقطه وين؟ انه للاسف عم بيقولوا الشباب، يعني انا سمعت كثير ونحن زرنا كثير معارض ما شفنا انه عم بيقدموا تقييم. انا بس بدي اعرف ليش ما انقبلت عنكم بالشركه لحتى اشتغل على هذا النقطه. طب لو سمحتوا انه بس وين وجهوني بس، يعني احنا اليوم كلياتنا بحاجه موجه. صحيح. فنحن من هذا المنطلق اساسا هو برنامج كامل، المشروع ما بلش بس بابن البلد، احنا بلشنا من شريحه البكالوريا اللي هي بالاساس بتحدد بتحل المشكله، هي جذر المشكله. في شعار كثير حلو هلا شفناه، يمكن شاطر شو ناطر، شاطر شو ناطر، تمام. هي مجموعه جيميني يعني كثير حلوه، عندهم حوالي 12 منشاه سياحيه، فبدهم يوصفوا ويرتبوا كله، فابتدات كله فحقل منوع ورود زهور منوعه. مثل ما قلت لكم سابقا انه كان في مطاعم، منشآت سياحية، منشآت صناعية، منشآت طبية مشاركة معنا بمختلف اختصاصات، وكان معنا هيئة الأمم المتحدة الأونروا اللي قدموا مشكورا كمان لغة تدريب مباشرة، يعني قدموا أي جهة، أعطونا فرصة كتير حلوة، أي جهة راغبة بتوظيف مجموعة كبيرة وبحاجة إلى التدريب، لأنه للأسف مجموعة كبيرة غادرت سوريا نتيجة الحرب الظالمة على سوريا وفقدت، فنحن بدنا نحافظ على أولاد البلد، نحافظ عليهم لنأمن لهم عمل، وإلا بدهم يهاجروا، هالعقول النيرة بدها تهاجر، وإلا غيرهم كمان هيستثمرهم ويستغلهم في نواحي شكلوا عصابات مثل المتآمرين على سوريا. فنحن كمسؤولية اجتماعية إنسانية لبناء بلدنا الحبيبة سوريا، اهتمام مشترك لازم يكون يشعر كل مواطن سوري بأنه هو مهتم بابن البلد، لأنه مصلحة البلد لولد الولد. أكيد بدنا نتشكركم على وجودكم معنا، ويمكن هي مسؤولية مشتركة بجميع القطاعات، إن كان ولا جميع الجهات الحكومية، هي الاهتمام بابن البلد والاهتمام اليوم بالشاب السوري اللي يمكن عم يعيش ظروف صعبة واستثنائية. شكرا كثير لكم. بس لحظة من بعد إذنك لو سمحت، نحن كمسؤوليتنا باجتماعنا بقينا بالوطن، لأن الوطن هو أفضل. صحيح. على أولاد البلد كله، وما زلنا مستمرين بالتقديم والتشبيك المباشر. نحن عنا مجموعة متنوعة من الملتقيات والمؤتمرات، وخاصة هلأ عم نجهز نحن برعاية كريمة من وزارة السياحة ملتقى بوابة الاستثمار السياحي بمجموعة أبعاده، ملتقى المعرض التعليم الدولي كمان عم نجهز للتعليم وتطويره، وإنه سوريا متطورة في العلم والترتيب بهالمجال هذا بالذات. بكل ملتقى حنجهز نحن حيكون ابن البلد مسؤوليتنا موجود معنا، لا ما حيوقف من سنة لسنة. فنحن مسؤولية كمسؤولية وطنية، هي صلب أعماقنا وصلب أعماق كل مواطن. ونحن ناطرين بحلقات جاية دكتور نبيل نشوف أولاد البلد وين صاروا بعد تماما. فترة من الزمن أكيد. وين وصلوا بمرحلة من العمل وشو حقق لهم هيدا المشروع. نحن كثير بدنا نتشكركم، هي بلدنا كل. نحن كمان بس مداخلة بسيطة، بالإضافة
اضافه لهذا الشيء نحن حنبلش من مجموعتنا رح نبلش ندرب مجموعه من الاشخاص يلي هن كان خلينا نقول رغبه كثير مهمه انهم يدمجوا الخبره الاكاديميه تبعهم او خلينا نقول معلومات الاكاديميه بالخبره العمليه، لانه اليوم الخبره الاكاديميه بدون الخبره العمليه يمكن ما بتقدر تطلع بنتائج مهمه. فنحن رح ندرب بمجموعه المشاريع اللي حنمشي فيها، رح نستقبل مجموعه من الباحثين عن العمل لنقدر ندربهم حتى بكمان خلينا نقول ببونس او بكمان بتدريب مأجور لقياده سوريا المستقبل المتجدد. اكيد بتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لاستضافتكم، شكرا لمسؤوليتكم كمان تجاه ابن البلد. شكرا كثير لكم. ضمن إطار تشبيك علاقة الصداقة بين منظمة اتحاد شبيبة الثورة والمنظمات الشبابية بكل أنحاء العالم وبهدف التواصل مع شريحة الشباب والتعرف على الدول الصديقة والعلاقات المبنية التي تربط الشعب السوري بالشعب الروسي وعرض العلاقات الأخوية بين البلدين، عقد لقاء الكوادر المنظمة مع سفير جمهورية بيلاروسيا بحضور الرفيق معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة على مسرح نادي الشباب بالمزة. وتم خلال اللقاء التعريف بحضارة الجمهورية البيلاروسية وثقافتها. تفاصيل أكثر مع الزميلة لينا شيبون. بيسرني أني اليوم عرف هؤلاء الشباب عن بلدنا وعرض لهم بعض المعلومات وبالإضافة إلى فيلم وثائق عنه. هذه المحاضرة الثانية لي، أول محاضرة ألقيتها في جامعة دمشق، وأنا كثير مسرور بشريحة الطلبة اللي أثبتت بالفعل أنهم على ثقافة عالية حتى أنهم هن بيتجاوزوا بثقافتهم زملائهم الأوروبيين. هذا اللقاء اليوم اللي تم بحضور سعادة السفير اطلع الشباب السوري على التجربة الشبابية اللي يعيشها اتحاد شباب بيلاروسي، وفي راح يكون خلال الصيف القادم تبادل شبابي للمنظمتين الشبابية كانوا باتحاد شبيبة الثورة أو اتحاد شباب بيلاروسيا. اليوم ضمن إطار تشبيك علاقات الصداقة بين منظمة اتحاد شبيبة الثورة والمنظمات الشبابية بكل أنحاء العالم، منظمة الشبيبة عم تفتح قنواتها مع المنظمات الشبابية بكل أنحاء العالم، وبهذا الإطار السيد سفير بيلاروسيا حب يلتقي الكادر الشبابي بمنظمتنا لحتى يشرح لهم عن حضارة بيلاروسيا، ثقافة الشعب البيلاروسي، والأهم العلاقات الصداقة المتينة اللي بتربط الشعب السوري بالشعب البيلاروسي. أما هلأ صار وقت جولتنا الثقافية، والبداية لليوم حول معرض التشكيلي الذي تتهيأ له الفنانة لينا رزق مساء أمس، والذي يحمل مجموعة من أعمالها الجديدة بأحجام متنوعة وأسلوبها التعبيري المعتاد. تفاصيل أوفى مع زميلتنا سالي الشهر. هو عم بيحكي عن الحالة اللي احنا فيها عن طريق تعابير الوجه، يعني انا من خلال هالوجوه هي اللي راسمتها، كل وجه بتلاحظي بيحمل تعبير معين، انه احيانا بيكون الحزن، احيانا بيكون الفرح، احيانا بيكون الامل، احيانا التفاؤل، يعني هالوجوه كل انفعال معين بتلاقيه بينعكس على وجهك بيعطيكي انطباع شكل، وانا هي الانطباعات الحلوه لمسه، انت هلا ضحكتي، هذا الانطباع انا بشوفه بحبه، يعني بيصلني هذا الانطباع اللي هو بحب اني جسته بلوحاتي. فهذا الجو كتير كان عن جد بالنسبه لي شيء جميل، وبيعمل تفاعل جميل، وخلينا عم نتعب على هي القصه
نقدم هذا الفرح للناس، هذا هي الثقافة البصرية للناس، خلينا نتعود على أنه الناس تشوف اللوحة وتحكي فيها. يعني نحن المفروض بكل مجال ندعم، بالمجال الفن، مجال أي عمل ممكن أنه الإنسان يتطور فيه ويعمل لهالبلد ما يقصر، ونحن نتمنى للكل إن شاء الله التوفيق. إلى اللاذقية، حيث اختتمت على مسرح دار الأسد للثقافة فعاليات الملتقى الأهلي الأول في اللاذقية بتكريم كوكبة من جرحى الجيش العربي السوري، تقديرا من الجمعيات الأهلية المشاركة في الملتقى لتضحيات هؤلاء الأبطال. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا علا ناصر. بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية وعلى مدار 3 أيام ضمن فعاليات الملتقى الأهلي الأول باللاذقية، اختتمت أمس فعاليته على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون بتكريم كوكبة من جرحى الجيش العربي السوري، تقديرا من الجمعيات الأهلية المشاركة في الملتقى لتضحيات هؤلاء الأبطال. تكريم جرحى الجيش العربي السوري اللي لولاهم نحن ما لنا موجودين هلا هون، واللي بالنسبه لنا هن القديسين، بنتمنى انه الله يسدد خطانا على انه نوصل لنصر سوريا، وان شاء الله ما بيروح دم شهدائنا وجرحانا غير بالنصر. بنشكر كل من شارك وساهم بهيدا الملتقى وبنجاح هيدا الملتقى، وان شاء الله يكون سنوي وكل سنه بنلتقى ونشارك لنا بنفس الاعمال. هلا نحن كجمعيه من بدايه الاحداث نوعنا بجرح الجيش وبنتعامل مع الجيش بالجبهات وبالمشافي، وانا حدا اصبت ضمن الجبهات وصار عندي بتر رجل وافتخر بهذه الاصابه، وهيك ملتقى لازم يكون في تشابك بين الجمعيات مشان يكون العطاء اكثر والتعامل اكبر. انا بشكر كل من ساهم بهذا العمل الخيري الطوعي، بشكر الجمعيات السار الخيري والبيادر، وسنبقى وسنظل ندافع عن بلدنا. بعد جرحنا انطبنا سنعود للقتال ونحمي بلادنا وندافع عن الشعب السوري. اذا فينا نقدم اكثر من هيك ام قصر يعني، وبتمنى يعني الله يشفيني مشان ارجع قاتل مره ثانيه. الله يحمي الجيش العربي السوري ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى، والله يفك أسر كل مخطوب، ترجع سوريا بخير إن شاء الله يا رب. بتشكر كل القائمين على التكريم، ولفتة حلوة وكريمة منه. برنامج الملتقى الأهلي الأول تضمن مجموعة من المحاضرات التوعوية وورشات العمل وسوقا خيريا وحفلات فنية منوعة، فإقامة هذه الملتقيات تعمل على تعميق حالة التعاون بين الجهات الاقتصادية والجمعيات الأهلية ليعم الخير على الجميع ويصل الدعم لأوسع شريحة ممكنة من المحتاجين. أعلنت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن مسابقتها السنوية للعام الحالي في مجالات القصة والشعر والمقالة والتصوير الضوئي والخط العربي والرسم والقصص الموجهة للطفولة المبكرة. أكيد هي المسابقة وضعتها مديرية المجموعة من الشروط المتقدمين لهذه المسابقة من ناحية أعمار المتقدمين والمواضيع التي سيشاركون فيها، وقد حددت آخر موعد لاستلام الأعمال المسابقات المذكورة في 30 تشرين الأول القادم، وتعلن النتائج في الصحف وعلى موقع الوزارة على أن يتم التكريم وتوزيع الجوائز في الربع الأول من العام القادم. أسدل الستار على الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء بعد 10 أيام، زخرت إلى جانب بيع الكتب والترويج لها
بالأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، وأقيم المعرض بمشاركة 54 دولة واستضافت 11 وزيرا للثقافة من أفريقيا و40 ناشرا وكاتبا. ضم المعرض أكثر من 100,000 كتاب، وقال ناشرون إن أكثر الكتب رواجا كانت الروايات والكتب الدينية وكتب الأطفال. وقدرت وزارة الثقافة المغربية عدد زوار قدرت عدد زوار المعرض هذا العام قبل انطلاق الدورة 23 بأكثر من 350,000 زائر. لهون مشاهدينا بتكون جولتنا الثقافية خلصت. فاصل صغير بنتابع باقي فقراتنا لليوم. أما هلا وصلنا لمحطتنا التالية مع الإبداع والشباب الموهوب معنا بالاستوديو. هنا أكيد كتير كتار الأمثلة شبابنا يلي أبدعوا رغم كل الظروف. موهبنا لليوم تميزت بالعزف، هو شاب عاشق الفن والعزف تحديدا، فقدر ينمي موهبته ليتمكن من تعلم العزف على آلتين موسيقيتين. الأولى شرقية بامتياز وهي آلة العود، والثانية أكيد بيعزف عليها كل الألحان بكتير من الحنان وهي آلة الكمان. أكيد نرحب بضيفنا بالاستديو الشاب سماء الدين سعيد. صباح الخير سماء، أهلا وسهلا فيك، وشو هالاسم الحلو؟ صباح النور والموهبة الرائعة، يسعد صباحك. شكرا لاستضافتكم. صباح الخير. صباح النور. خلينا سماء نحكي معك بالبداية عن موهبتك، كيف بلشت وأنت تعزف مو فقط على آلة، على آلتين، يمكن الآلتين مختلفين تماما يعني. أنا بلشت أعزف من 3 سنين بدعم من أهلي بعد ما حسوا أنه عندي هاي الموهبة حبوا أنهم ينموا لي إياها، وبفضل أساتذتي الأستاذ ساري عبد الحميد والأستاذ وسام ونوس أنا وصلت لهالمرحلة. نعم سماء، شو رأيك نبلش صباحنا بعزف لحن مميز من حضرتك؟ بأي آلة حابب تبلش؟ الكمان. الكمان، يلا شو بدك تسمعنا؟ أغنية أنا لحبيبي لفيروز. يلا سماء. شكرا كثير على هالصباح الحلو، هالأغنية الرائعة. أكيد. طيب خلينا نحكي سماء، ليش اخترت آلة الكمان والعود؟ يمكن الآلتين مختلفتين عن بعض بشكل كثير كبير، آلة شرقية بحتة وآلة غربية. أنا من لما خلقت كان العود، آلة العود متواجدة بالبيت، كان عمي وكان أبي كانوا يعزفوا عليها، وانا كنت حب من طفولتي كنت حب اني اعزف على هالآلة. بس بعدين بعد ما كبرت حبيت اني غير على آلة الكمان، وحبيت اني غير على آلة الكمان. وبعدين آلة العود تعلمتها لحالي بمراقبة اساتذتي وكانوا يصححوا لي اغلاطي. طيب شو بدك تسمعنا على العود؟ على العود بدي اسمعكم شو يلا سمعنا. يلا سماء، طيب احكي لنا يمكن
اللي هيك اهلك شجعوك انك انت مثلا يصير عندك موهبه بآلات الكمان وآلات العود؟ حبوا هاي الفكره؟ ايه اكيد هم شجعوني. وهيك وقت تكونوا قاعدين سهرانين او هيك عندكم عالم بتعزف لهم لاهلك؟ على اي آلة بتعزف اكثر؟ اي اكثر بتحب؟ على الاثنين، انه حسب الواحد هيك شو نفسيته، حسب مزاجه. اه يلا اعطينا مزاجك بالعود. بس يلا بلش باللي بدك. سماء خلينا نحكي، أنا الأصعب يمكن العود ولا الكمان، وأنا اللي بيحتاج تدريب أكثر بالنسبة إلك؟ الاثنيناتهم بدهم تدريب، بس الكمان هي آلة بحاجة لتكنيك عالي، وهي خصوص إن هي آلة غربية، بينما العود هي بدها إضافة للتكنيك، بدها إحساس، بحاجة للواحد إنه يحس فيه للآلة. نعم. تكون جزء منه. أنا اللي بتتدرب عليه أكثر بالعادة؟ لا، العود بتدرب أكثر. وشوي قلنا حسب المزاج. سما احكي لنا عن مشاركاتك مع الشبيبة، كان لك كثير من المشاركات وحفلات كمان، خلينا نحكي كيف عم يتم دعم هاي المواهب من قبل الشبيبة، وشو هن أبرز يمكن الفعاليات يلي شاركت فيها؟ شاركت بعدة فعاليات وحفلات، كانت أغلبها بالمراكز الثقافية تحت رعاية الشبيبة. مثل شو مثلا؟ مثل عملنا احتفال برعاية الشبيبة بعيد ميلاد الشبيبة وبعيد ميلاد الحزب. وكيف كانت أصداء العالم المشاركين؟ كيف كانوا؟ ومن خلال هاي الحفلات تعرفنا على ناس عازفين جداد، وصرنا نتبادل خبرات مع بعض، وصرنا لما نجتمع مع بعض نتبادل نوت موسيقية ونعزف لبعض. طيب كيف كانت أجواء الفعاليات والنشاطات؟ من العالم كيف كانت متفاعلة معكم؟ كان في تفاعل من الجمهور. كان في منافسة أنتوا الأطفال بين بعض؟ إيه. كان كيف كانت؟ إنه كل طبعاً بدون ما كان في مشاكل بيناتنا، بس إنه كل واحد يحب إنه ياخد دوره. نعم. سماء خلينا هيك نحكي، مين أكتر لمين أكتر حدا بتسمع له أنت، أو مين أكتر حدا هيك بتحسه أنه هو مثلك الأعلى؟ هلأ بحب أسمع الأغاني الطربية، وكمان بحب أسمع المقاطع موسيقية عالمية. حلو. طيب خلينا نسمع منك شيء تاني، شو حابب تسمعنا؟ أغدا ألقاك لأم كلثوم على الكمان. بالصبح. Thank you.
شكرا يا سماء. شكرا كثير كثير. سماء احكي لنا كيف عم توفق بين التدريب وبين دراستك؟ كيف بتمضي نهارك؟ ما في وقت محدد للتدريب، ايام بعزف قبل ما ادرس، ايام بدرس، بس هلا حاليا مشان الدراسه عم خفف شويه عزف. قديش انت باي صف؟ بالتاسع. تاسع يعني سادسة. طيب شو بدك تسمعنا معزوفه كمان ثانيه؟ حضر لنا الكلي معزوفه كمان. ايه ما حضر اغنيه كل ذا كان لي، كلها مقطوعات هيك صعبه صعبه. ايه وطربيه. كثير يا سماء. سماء الدين سعيد نتشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا رب هيك نشوفك عازف مهم وكبير. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا. ونقول هاي لاختك المعنى بالاستوديو كمان عم تصورك، وبدنا نقول كمان تحيه كبيره لاهلك يلي دائما الاهل هن لهم دور الاساسي برعايه المواهب، وان شاء الله نشوفك بمكان كثير مهم يا سماء. موفقه. ميرسي حبيبي. بحب اشكر اساتذتي وبحب اوجه لهم تحيه كبيره من هون، استاذ وسام، وسام ونوس، الاستاذ ساري عبد الحميد، بحب اشكرهم كثير على جهودهم اللي قدموها معي. نعم شكرا يا حبيبي. موجز لأهم الأنباء من الأخباريات السورية، حياكم الله.
أصيب 5 أشخاص بجروح جراء قصف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية في مدينة حلب. ومصدر محلي أكد أن الإرهابيين المنتشرين على الأطراف الغربية من المدينة قصفوا بعد ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية وبني زيد السكنيين، ما تسبب بإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية ألحقت دمارا ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على محاور تحرك تنظيم داعش إرهابي في مدينة دير الزور. العمليات تركزت على تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابي قرب معبر الحويقة القريب من نادي المهندسين على الضفة الشمالية للجسر المعلق الذي دمره الإرهابيون في أيار عام 2013. أكدت رئيسة مجلس الشعب السوري الدكتورة هدية عباس أن سوريا كانت ولا تزال داعما أساسيا لنضال الشعب العربي الفلسطيني ولحقوق مواطنيه المشروعة. وفي كلمتها أمام المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية المنعقد في طهران، أشارت عباس إلى أن وقائع الحرب الإرهابية التي تواجهها سوريا تؤكد أن الهدف الرئيسي لها كان إضعاف دور سوريا في دعم القضية الفلسطينية وجبهة المقاومة ضد الاحتلال والعدوان. أعلن مايكل كونتانت مدير مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن الأخير يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بمحادثات جنيف المقررة يوم 23 من شباط الجاري. وقال كونتانت أن الدعوات وجدول الأعمال الثابت للمحادثات مبنية على النطاق الواسع لقرارات مجلس الأمن. وكانت الخارجية الروسية قد أعربت عن أسفها لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي من قبل دي مستورا بشأن مشاركة كل أطياف المعارضة في محادثات جنيف. نهاية الموجز بأمان الله. ليا بفقرتنا الأخيرة بدي أقول لك سلامتك لأنه أنت اليوم مرضانة كثير. هلأ ننتقل مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة، عنوان للفخر والاعتزاز هم ودرب مشرق للنصر هم، بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة وازدهر مستقبلها إشراقا وتفاؤلا، شهداؤنا الأبرار طوبى لكم. ووفاء لدمائكم الطاهرة التي روت تراب الوطن ليبقى طاهرا عزيزا، كرمت دائرة سياحة جبلة عدد من أبناء الشهداء في الميناء لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال مشاعل النور أبطال الغد. كاميرا الأخبارية السورية كانت متواجدة خلال التكريم ورجعت لنا بالتقرير التالي مع مراسلنا باللاذقية مازن محمد. أربون محبة ووفاء للتضحيات التي قدمها آباؤهم ليبقى تراب الوطن طاهرا عزيزا، كرمت دائرة سياحة جبلة عددا من أبناء الشهداء في الميناء لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال براعم الحياة وفرسان الغد. وهذا فخر أنه نحن نكون معهم ونشاركهم بهاللحظات، لأنه هن أولاد أنبل الناس وأطهر الناس. يعني نحن شو ما عملنا لهم ما فينا نكافيهم،
ولا لحظة أبدا. جزء بسيط مما قدمه الشهداء لإدخال الفرحة في عموم الشعب السوري وفي قلوبنا جميعا، أن نقوم بهذه اللفتة البسيطة، دائرة سياحة جبلي أن تقوم بهذه اللفتة البسيطة بإدخال الفرحة في قلوب أطفال هذه الشهداء، أطفال الوطن. نقرر نعمل هذه الفعالية تكريما لأطفال الشهداء وندخل الفرحة لقلوب أطفال الشهداء اللي أهلهم قدموا وأبهاتهم قدموا تضحيات في سبيل أنه هذا الوطن يستمر ويبقى منصور ومرفوع الراية. عبر الأطفال المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بقيم الشهادة، مؤكدين تصميمهم على متابعة مسيرة آبائهم الشهداء والحفاظ على الأمانة التي استشهدوا من أجلها وهي الوطن. يا فجرنا الوليد يا نصرنا المجيد، لك الغناء الحل والإصرار والنشيد. الله يرحمك يا بابا وأنا بحبك كتير. أنني أشتاق إلى همسة أبي، إنني أشتاق إلى كلماته العذبة. عنوان للفخر والاعتزاز هم، ودرب مشرق للنصر هم، بدمائهم تعطر تراب سوريا نصرا وكرامة، وازدهر مستقبلها أشراقا وتفاؤلا. شهداءنا الأبرار، طوبى لكم. ولحتى نسلط الضوء على الفعالية يلي قامت بها دائرة السياحة في جبلي يلي كرمت من خلال عدد من أبناء الشهداء، بصرنا نرحب من اللاجئي عبر الهاتف بالسيدة رجاء مكنا رئيس دائرة السياحة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ست رجاء. يسعد صباحك. صباحك يا هلا. كنا عم نتابع مع بعض التكريم، خلينا نحكي عن هيدا التكريم، قديش مهم اليوم نكرم أطفال الشهداء؟ يمكن الأطفال اليوم عم يعيشوا ظرف صعب في الحرب اللي عم تعيشها اليوم سوريا. أكيد ما في أجمل إنك تقدمي الفرحة لقلب طفل، فما بالك أطفال قلوب أطفال الشهداء اللي أبهاتهم قدموا أرواحهم في سبيل هالوطن. ونحن شو ما عملنا معهم بنكون مقصرين، وهنن أمانة في أعناقنا، وهي توصيات السيد الرئيس يعني. فأسرهم وهنن أمانة في أعناقنا يعني. وشو ما قدمنا لهم قليل يعني، وهي عنوان لانطلاقتنا بسياحة جبلة نحن، يعني منهم بنبدا وبالشهداء نستمر. طيب خلينا نحكي الفعالية شو تضمنت؟ تضمنت الفعالية تكريم ل 45 طفل شهيد من مدينة جبلة وريفها، وكانت كثير حلوة، نحن عملنا لهم هيك جو فرح وبسط، دخلنا الفرحة لقلوبهم، عملنا لهم نشاط فني، رسم على الوجوه، كان في مجمع زيتون السياحي عملنا له اياه على الكورنيش في منطقه في مدينه جبله. وبتشكر كل اللي ساعدونا بهالفعاليه، كانت كثير مميزه وطلعوا الاولاد كثير مبسوطين من عنا. ونحن هذا التكريم تكريم لنا مو لهم، لانه يعني هنن شو ما قدمنا لهم بنكون مقصرين معهم. فهنن قدموا شيء كثير ابهاتهم لهالبلد، ونحن شو ما قدمنا لهم بنكون مقصرين معهم، فهذا تكريم لنا وشيء بشرفنا لنا مو لهم طبعا. طيب كنا عم نتابع مع بعض التقرير وشفنا يمكن فرحة الأطفال المرسومة على وجههم، خلينا نحكي النشاطات القادمة، شو عم تحضروا بالمستقبل؟ نحن بنعتبرها هي أول باتورة عملنا بسياحة جبلة، وأنا بتمنى تكون هي خطوة حلوة لنبدأ فيها. أنا من هون بدي أبدأ من عند الشهداء وبدي أستمر معهم، منهم عنوان أي مرحلة قادمة في عملنا في دائرة سياحة جبلة، لأنهم لهم الأولوية بكل شيء طبعا. فهي فنحن دائما هيك، لانه هن قدموا كثير شيء حلو للبلد. سوريا مستمره بتقديم شهداء، وجبلة بالاخص بتعرفوا جبلة مدينه الشهداء يعني. اكيد بدنا نتمنى الرحمه لجميع شهدائنا والتحيه الدائمه لحراس الارض رجال الجيش العربي السوري. بالختام ست رجاء، كلمه بتحبي توجهيها لكل اللي عم يشوفونا؟ انا كثير كثير مبسوطه لاني عملت شيء لهدول الاطفال، وبتمنى كل الناس توجه دائما الضوء وتسلط الضوء على هدول اسر الشهداء والجرحى والمصابين، لانه هدول هنن اللي راح يوصلونا لبر الامان، ونحن منهم بنستمر وبنضل نحن سوريا بتستمر بوجودهم. وهي توصيات السيد الرئيس، لانه هنن عنوان النصر لسوريا القادمه، سوريا الحضاره. ان شاء الله بتكون بلدنا بلد الامان وبترجع مثل الاول واحسن تضحيات شهدائنا. رجاء مكنا كنتي معنا من اللاذقية عبر الهاتف رئيسة مديرية سياحة جبلة، شكرا لك وشكرا للفريق اللي يمكن حاول يرسم بسمة صغيرة على أطفال الشهداء، شكرا كثير لك.
تعرفوا تشرفتوا، نحن هذا واجبنا تجاه ابناء الشهداء، ونحن اللي تكرمنا بهي الفعاليه، مو هن تكرمنا بوجودهم معنا كمان يعني. واهلا وسهلا فيك. شكرا لك. هلا. نعم أكيد نور، لهون صباحنا بيكون وصل للختام. بما نذكر مشاهدينا بأنه الإخبارية السورية رح تبقى مكفية معكم بتغطيتها لأبرز الأحداث على الساحة السياسية العربية والعالمية. وبالختام أكيد بدنا نقول كل الرحمة لأرواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والله يحمي أبطال الجيش العربي السوري المنتشر في كل رقعة جغرافية من سوريا، الله يحمي بيكون يا رب ويكون معكم. شكرا كثير لك يا نور. شكرا لك ليا وسلامتك. وبدنا نقول لاي اقتراحات بتهمكم مشاهدينا انه تشاركونا فيها بالحلقات القادمه، ما لكم الا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. بالختام كل التحيه الدائمه لرجال الحق رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. الى اللقاء.